طيب خلينا ناخد احد الجنود المعلومين بقى في مجلس اداره النادي الاهلي وامين الصندوق في مجلس اداره النادي الاهلي، صديقنا العزيز الحقيقه واخونا الكبير الحقيقه، واحنا دايما كلنا بنعتبره، انا من 2003 2004 انا مش عايز اكبره، هو لسه صغير يعني، لكن واحد من الناس العاقله دايما اللي ليها طريقتها وليها اسلوبها، وصديق الجميع الحقيقه، الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي. استاذ خالد ازاي حضرتك؟ والف الف مبروك. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي، وتحياتي للكابتن سامي. ربنا يخليك يا فندم، وتشكر على المقدمة الجميلة دي. لا حضرتك تستحق كده وأكتر، يعني طول عمرك الحقيقة واحد من الناس اللي دايما بنستعين بيهم على المستوى الشخصي، المستوى أي حاجة بنبقى عايزينها بنكلمه نسأله بصفة شخصية الحقيقة، واحد من الناس اللي ليهم طلة كده وقريب من الجميع حضرتك. الله يخليك، الله يخليك يا سام، كتر خيرك حبيبي. يعني الحقيقة البطولة العاشرة وأعتقد ليها يعني حاجة مميزة عند حضرتك. والله هي الحاجة المميزة أيوة، إن إحنا يعني بتستمر، زي ما في مثل بيقول الوصول إلى القمة سهل ولكن الحفاظ عليه صعب. أيوة، فكون إن إحنا نوصل خلال 6 شهور نلعب تاني نفس البطولة وناخدها المرة الثانية وبجدارة وتختم السيزون، أو مش السيزون، تختم البطوله بمباراه تاريخ باسم النادي الاهلي والكره المصريه، ففعلا ليها معزه وليها، وكفايه بقى انها يعني البطوله العاشره، فيعني ليها صدقات يعني. استاذ خالد، خلال 7 أو 8 شهور بعد انتهاء البطوله الافريقيه السابقه وفوز النادي الاهلي بالقضيه، 7 8 شهور فيهم مطبات، من اهم المطبات اللي شفتها خلال من دور ال 32 لغايه دلوقتي، تفتكر ايه اللي حصل عشان النادي الاهلي يستطيع ان يحصل على هذه البطوله في النهايه؟ بص، هو انت عندك تحديات كبيره. ايوه، كفايه ظروف الكورونا بس احنا وطبعا الكوتش الجديد موسيماني طبعا يعني الناس كلها كانت متخوفه، ولكن اختيار الكابتن الخطيب كان الحقيقه في محله. ايوه، ومجلس الاداره اداله الدعم الكافي، والناس برضه كانت قلقانه، انما الاهلي زي ما قلنا ما بيتعاملش بقطعه وبيتعامل بكتير وبيدي السبورت وبيدي الدعم الكافي لكل حاجه. ايوه، انت يعني ابسط مثلا ان انت ما دخلتش على النادي الاهلي على فرقتك، ان انت تصفى عشان تستهلك الوقت، يبقى الوقت من ضغط المباريات كان كبير جدا، وده كمان من ضمن الحاجات تحديات كبيره، ان انت كنت تلعب كاس عالم للانديه وعملت نتيجه كويسه، بتلعب كاس مصر، بتلعب دوري، بتلعب، فكل ده كان فيه تلاحم مباريات بطريقه كبيره جدا. ايوه، يعني بتحاول انت تذلل كل الصعوبات دي، من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل طيارات خاصه بتكلفك زياده شويه، ولكن بتدي الامان لظروف الكورونا والاجراءات الاحترازيه، بتدي الوقت اقل، بتدي راحه للعيبه ان يقدروا يسافروا في ميعاد محدد انت محدده، ميعاد مريح مش في نص الليل، اقامتك طبقا لمواعيدك اللي انت عايزها، الطياره في ايدك، فكل دي حاجات بتساعد فعلا بتساعد الفرقه، يعني بتجنبها عقبات كثيره يعني بتديها سبل الراحه هم محتاجينها. مظبوط، لان اللعيبه كانوا يعني مجهدين بزياده غير عاديه يعني. استاذ خالد، انا عايز بس اسال سامي سؤال، وهو سؤال مهم لحضرتك برضو، في المرتب اتاخر يوم عندكم؟ لا استحاله، بجد والله مش استحاله والله. لا قول لو في حاجه استاذ خالد معانا. انت عارف النادي الاهلي، انت تقدر ترد اكتر مني كمان. طبعا استحاله، ما حصلش. مكافئات كل حاجه. لا انا بس هرجع لحضرتك في النقطه دي، لانه انا اتذكر الحقيقه شهر 8 اللي فات اعتقد، او بدايه الكورونا يعني، كل انديه مصر تقريبا يعني خفضت عملت بتاع، لكن النادي الاهلي الحقيقه في ظل هذه الازمه الكبيره وفي ظل هذه الجائحه اللي بتمر على العالم كله، النادي الاهلي قرر قرار مجلس اداره، وبالتالي استاذ خالد طبعا كان له دور كبير في هذا الموضوع، ان تكون كل المرتبات زي ما هي، كل حاجه زي ما هي، الامور بتمشي زي ما هي، الحمد لله ربنا كرم وعدى ولو جزء كبير من هذا الامر، لسه كل الامر ما عداش، ولكن في النهايه قدر النادي الاهلي
بمجلس ادارته بامين صندوقه ان هو يواجه هذه الجائحه في ظل ظروف صعبه، ظروف ماليه واقتصاديه صعبه جدا يا استاذ خالد. انا عايز اقول لك حاجه كابتن اسلام. اتفضل يا فندم. احنا مرينا بظروف اصعب من كده في مجزره بورسعيد. ايوه يعني كنت لسه بذكر ان احنا ظروف كانت صعبه جدا ما مرش بيها اي نادي في العالم. مظبوط. النادي لعبته اتاذت وجمهوره اتاذى ودوري وقف بالكامل. عقد رعايه اللي هو المصدر الكبير من مصادر موارد النادي. ايوه. وقف. اذاعه مباريات وقفت. ايوه. ايراد مباريات من تذاكر كل حاجه. مفيش. كل مفيش دوري ومفيش ايرادات ومفيش ومفيش ومفيش. كل ده وتاخد كاس افريقيا. مظبوط. ومفيش مشاكل تحصلك جوه النادي. اتاخر عليك شويه حاجات بسيطه جدا. اللي هي كانت مكافآت مش مرتبات. مرتبات كانت بتصرف بالكامل، وايه؟ ما الدنيا بتمشي ابتدت العمليه تعود للناس قبل ساعتها وتشتغل متأخرة. ايوه. برضو عايز تدل على ان مجلس اداره النادي الاهلي بغض النظر بقى مش امين صندوق، هو الحقيقه يعني خبره المجلس طبعا وازاي تدير الملف الاهلي والسيوله بتاعتك وتحدد اولوياتك مصادر وخدماتك بتسددها الاولويات ليها ايه؟ فهنا الحقيقه احنا مش بشكر في المجلس ولا فينا ولا كلها يعني، وطبعا بنقول ان دي خدمه مجلس اداره. مظبوط. ومجلس اداره يهمه الحفاظ على استقرار النادي واستقرار اللعيبه واستقرار مش الكرة بس على فكره، كل الالعاب وكل من بيعمل في منظومه النادي الاهلي سواء اداري او فني في جميع الالعاب. طب يا فندم عشان احنا دلوقتي داخل لنا كهرباء وشريف، المكافآت تمام وكله متظبط وكل حاجه حلوه؟ لا كله تمام. عشان بس يبقوا مبسوطين. لا لا لا، طب ما انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. احنا مش بجد يعني احنا أيه. بنقول النادي تستحق بجد طبعا ما هياش أيه. مجامله سواء لعيبه سواء جهاز فني سواء جهاز اداري أيه. كل من يعمل في جهاز كره القدم يستحق التقدير ويستحق مكافاه واثنين وثلاثه لان هم شرفوا النادي الاهلي وشرفوا الكره المصريه بجد يعني. احنا بنشكرك جدا يا استاذ خالد على وجودك معانا، والف الف الف مبروك الحقيقه على البطوله العشرة، وان شاء الله ان شاء الله ال11 تبقى خلال الفتره القادمه. انا بشكرك جدا يا خالد بيه على وجودك معانا، شكرا جزيلا. استاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي، والحقيقه دور كبير جدا جدا لكل مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود طبعا الخطيب. كل الشكر.